السلام عليكم، معكم انذر من قناة انفنت جيمينج، واليوم جينا لكم بقوة مع حلقة جديدة ولعبة جديدة امونج تريز. يا جماعة بصراحة هذه اللعبة جميلة وانا العبها في البي سي. طبعا اللعبة مثل ما شايفين لعبة جديدة، خلوني اسرع شوية كذا. الله جميل جميل. طبعا هي لعبة سيرفايفر يا جماعة، من نوع الار بي جي مثل ما شايفين. طبعا هذا اللعبة يحتوي على ثلاث مودات، المود الاول السهل والثاني المعتدل ومن ثم الصعب. يعتمد عليك يعني اذا حاب ادفنتشر ممكن انك انت تكون تلعب على الهارد، يعني ما فيش مشكلة يعني. ولكن بالنسبة لي انا اخترت النورمال يا سادة. طبعا هناك منزل مدقوق، هيا لنرى ما الذي سوف يحدث. الله شوف المشي، شوف المشي كروس، هذا كروس فيت. ايوه اوكي، مطلوب منا ريبير كيبن، يعني مطلوب منا تصليح ويحتاج منا 6 من هذا و10 من هذا. ممتاز، فلنبحث يا سادة. انه غابات الامازون هذا. زين، المطلوب منا ان ندور على ذا الشقيرات مع ذا الاخشاب الممتازة، يمكن بعدين بنشوي مال بالليل كذا حبات ستيك ما ستيك. زين، بنصطاد ارنب. اوبا لعبات يا سادة. مطلوب مني 10 من هذا الزين اللي شجرتك انه جاي شجرة اللبان. هذا شنو؟ شنو هذا؟ واو، فلاور. فلاور يا سادة، والله اجواء جميلة، ممتاز، روعة، جرافيك متعوب عليه، اصوات يعمل لك تشيلينج تشيلكس تشيلكس يا سادة. شوف 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 شوف، مهما كانت السرعة، مهما كانت السرعة ما في لاقات في اللعبة. زين، بس كيف اركض؟ هل في مجال اركض يا سادة؟ طبعا هذا اللعبة يا جماعة بتشوفوا في الكونر هنا عندكم في علامة ارنب. ارنوبي تعال تعال ارنوبي، اقولك ما علينا مسكين خوفنا. في الجانب هنا عندك علامة الامعاء وعلامة النوم هذا والحرارة والحياة او القلب، فاتوقع هذا كلها مرتبط في اللعبة. مثلا الحرارة ممكن هو يمرض او يبرد او يحتر على حسب، والجوع طبعا جوع، والنوم يحتاج انه هو ينام، في يعني ما يجعل اللعبة اكثر اثارة واكثر حماس. هذا الارنب ما زال مصر انه يبغاني اليوم اشوي باربيكيو. اسوي لك باربيكيو والله، اسوي لك شاورما بالجبنة. فين اروح يلا؟ اوكي، هل في طريقة اني اركض؟ ايوه في تقحم، ما شاء الله. وات ذا فيو مان، الله رهيب 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 رهيب. شوف المويه، شوف الاسماك. هل ممكن اروح يا سادة ولا اغرق؟ اغرق ولا اروح؟ اروح. ايوه رحنا يا سادة، رحنا يا سادة. ما شاء الله على الاصوات الجميلة، عصافير. لكن المهم انه ما يحطوا لي ذباب يا سادة، انا والله اكره الذباب. اوكي كيف؟ باقي لي واحد، شوفوا باقي لي واحد. ايوه تعال يا ارنوبي، كم هير بليز. Alright. اتوقع كذا خلصنا يا سادة. وش هذا الشجرة؟ واو واو واو، فلاور. اوكي، على الاقل انه هنا شوفوا حطوا لنا شعار البيت على اساس انك انت ما تضيع، فهمتوا كيف؟ فاذا رحت مني ولا منك تضيع تراك. Anyhow، هناك الكثير من الارنب يا سادة، هناك الكثير من الارنب. شجرة باللون الأحمر جميل. خلونا نركض، هل في مجال للركض؟ ما في مجال، في مجال انك انت تتقحم. اوه شوفوا كيف، يعني اذا جلستوا يعني تضغطوا على الركض يجوع اكثر، فصار عنده جوعان. حلو حلو، انا احس اني راح اكل ارنب اليوم، مشتهي ارنب مقلاي. ايش رايكم شباب؟ مقلاي كذا على بهارات خفيفة.
ها بدون عيش. اتوقع كذا راح نقدر نبني هذا المنزل. والله اني بخليه بيت جميل. اوه باقلنا اثنين حطبين. شنو هذا؟ هو هذا واحد. شل خذ يا حبيبي، لا تخجل لا تخجل، شل فطر زين. هذا الفطر اتوقع للاكل، صالح للطعام. ممتاز ممتاز جميل. اوكي حلو. شوفوا يعني بصراحة الحين انا اقدر ابني واجعل هذا المنزل بيت احلامي. اوكي حرف كذا. اوكي كذا نحن جالسين نبني. واو يقول لك sleep get a good sleep a good night sleep in the bed save your progress وبعدين put things you don't need to a moment in the storage box. يعني الاولاني يقول لك اجعل نومك جميل، والثاني يقول لك انك انت ممكن ادخل للبيت يا حبيبي، وممكن انك انت تسيف مثل ما شايفين هنا. راح اسيف. اوكي الحين جيم از سيفد. وش هذا؟ اوكي مطلوب مني اغراض. اوكي يعني مطلوب مني حبل يا سادة، يعني يحتاج لي اني اروح سوبر ماركت. وهذا مصامير وحبال وهذا الامور. فبصراحة لعبة ممتازة جميلة. هنا يعني بعد يحتاجوا يعني ممكن انك انت تجعل هذا المنزل بيت كبير. وهذا شنو؟ هذا الستورج. اوكي يعني ممكن تحط هنا هذا. اوكي يعني بحط الحطب كامل. جميل كذا انا حطيت كل الحطب. اوكي فخلاص كذا نحن امورنا سلوك. هذا نحتاج ننام يا سادة، نحتاج ننام. ستارفينج يقول انه هو جوعان، انه جوعان. ايوه كل كل ايت ايت. اوكي 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 عنب عنب يا ساتر. اكل واجد هذا، راح يمتن علينا والله. ويت انتل ميد نايت. ليش ليش والله انا تعبان بدي انام. اوين ما تقدر تنام الا بالليل. هذا بطل. زين ما علينا، خلينا نكتشف هذه الغابات الجميلة. شوفوا المناظر، الله شوفوا العصافير والحمام. ما هذا ما هذا؟ طبعا انتم ممكن انكم يجيكم دب او اي حيوان ثاني ويقبض ياخذ اليدين والرجلين ويخليك يعني وجبة غنية بالبروتين والكارب والحديد والألمنيوم. والله انا ما اعرف هذا محتويات اللحم ولا محتويات باغي ابني بيت بالضبط، ما فهمت. لكن اللي منا الفائدة ان نحن نجمع على اغراض، لانه مثل ما شايفين حاب اخلي بيتي مثل WWW هذا بيت الجميل هذا، فهمتوا كيف؟ فخلونا نبحث عن حطب. وين حطب؟ في فحم بعد. اوه هو هو شنو هذا؟ واو انه الفقل يا سادة، انه الورود، انه الاخشاب. لعبة ممتازة من نوع الار بي جي يا شباب، ممتاز والله. يعني عالم مفتوح، اللي بدك تعمله اعمله يا رجل. زين بس انا ما عرفت كيف ممكن اني اركض، غير اني اعرف انه ممكن انه هو يقحم. لعبة جديدة مثل ما انتم شايفين. اوكي هذا شنو؟ واو اوه هذا هو اللي انا ادور عليه. حلو حطب. شنو هذا؟ حبل. وهذا شنو؟ اوكي هذا الواير الاسمنتي. بايب، شكله ضح على دورات المياه. الله 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 الله، هو هذا اللوت يا سادة، هو هذا اللي انا بدي، هو هذا اللي انا بدي اياه. اعمل هولد. براغي يا ساتر، شكلنا بنفتح جراج، بنفتح جراج يا سادة. شنو هذا؟ هولد هولد. في بيب، في مسامير، واخيرا حصلنا مسامير حلوين. شل هذا الحين والله اجمع اي شيء قدامي والله. شنو شنو هذا؟ هذا يحتاج لفأس. هلا عندي فأس انا؟ ما عندي للاسف، ولكن ما عليه، راح نبحث على الفأس وبرجع لك. بتروح مني فين يلا؟ لم يا حبيبي لم. ايوه انا احتاج
ورقة وقلم أكتب وش الأغراض اللي أحتاجها. ليش ما كتبت أنا من أول؟ ممتاز. شوفوا كيف، شوفوا الجرافيكيتو، شوفوا الجرافيتو. هذا بعد نفس الشيء يحتاج، أتوقع أنه في أغراض، ولكن الحين أتوقع أنه أوه شوفوا حتى مكتوب لكم التوقيت، أتوقع هذا التوقيت. أوكي شنو هذا؟ شجر. ممتازين. خلونا ندور، خلونا ندور، لان نحن اصلا نحتاج ان نبني البيت، لان يعني البيت لازم تنام فيه. يعني البيت وش بتسوي فيه؟ طبعا بتنام. اوه الحين اتى الليل، اتى الليل وطلع القمر وصو صو صو. طبعا العصافير يعني. خلونا، هذا بيت من؟ هذا بيت، هذا بيت من؟ اوه هذا بيتي؟ الله طلع جميل، والله طلع جميل هذا البيت، ممتاز ممتاز جدا. انا ما كنت اتوقع ان هذا بيتي. واو اوكي خلونا نفتح. اريد انام. اوه يلا يا جماعه تصبحون على خير. هذا كانت حلقه اليوم، ورجعنا لكم حلقه ثانيه. والله قمنا ما واحد اذكر، والله قام هذا فكرت انه بينام. اوه شوفوا شوفوا شوفوا، احتاج الى اشجار، احتاج الى اشجار، احتاج الى حطب زياده. اوكي طبعا ما بقدر هنا. شنو؟ اوه يا اخي من وين بجيب مسامير هنا؟ ما في اوه هذا يحتاج 28، لا حول الله واجد. هذا شنو؟ اوكي اوكي وش رايكم شباب اني انا احط اغراضي، احط اغراضي لان مثل ما شايفين انترس اصلا هذا. واو جميل جميل جميل، ممكن ان احط كامل، بس الطعام ان اخلي في جيبي، فهمتوا كيف؟ يعني كل ما اجوع كذا تشيل عليه. خلوا الاكل، خلوا الاكل، نحتاج الاكل، ممكن ان ناكل، ناكل شويه. كل كثر من العنب، كثر من العنب، زين مفيد العنب، خاصه اذا مع تفاحتين عنب يطلع حلو. زين شباب، طبعا اشرق الشمس، ها هنا يوم جديد، صباحية جديدة، هيا بنا لنصنع يوم جديد مليء بالورود. الله أنا أحتاج أني أجمع علشان أقدر أبني بيت الجميل المتميز. شوفوا يعني أنا ما بصراحة يعني ما ودي أني أنا أسكر أو أوقف من هذا اللعبة لغاية ما أمسك شيء من الأرانب. تعال وين؟ وين شرد؟ وينه؟ وين الأرنب؟ يا أخي أنا ما أريد فقل، أنا ما أريد فقل. هذا فقل بصل وش؟ أيوة اركض. أيوة أيوة لحظة لحظة. شفتوا كيف جالسين ياكلوا ال 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 المشروم؟ طبعا فوائد المشروم كثيرة شباب، أنصحكم فيه. واو وش هذا؟ أوه هذا شنو؟ اوه هو هو هذا الحين انا اذا رحت وش بيصير؟ طبعا بغرق لانه عميق. اجرب. اوه اوه يا جماعه درجه الحراره عم تنخفض والله. اطلع 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 اطلع. لا لا بموت. اوكي واخيرا نقونا، درجه الحراره عم بينزل، يحتاج لي كوندا الفلو. اوكي شوفوا كيف مساحات كبيرة، مساحات كبيرة والله. الحين انا افكر افتح مشروع في هذا المكان، وش رايكم افتح دتشان؟ وين هذاك المكان اللي كان فيه الاغراض؟ هذا شنو؟ انا احتاج ارجع لهذاك المكان، لكن اول شيء اللي بسويه اني انا اجمع الاغراض. انا ارنب ارنب ارنب، تعال 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 تعال. ايوه اوه شوفوا هذا فيل، دنا دبه. بو 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 بو، وطلع لي شعر عيون. اوه يعني احتمال اني اتمردغ يا ساده، احتمال اني اتمردغ. شفتوا كيف؟
خبرتكم من البداية إن هذا المكان، إن هذا المكان يا سادة بيطلع لك شيء من الحيوانات. لا 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 لا، خاف ربك يا كلب. لا لا، الدب يا سادة، إنه الدب يا لا لا، شوف يحاول يراوغ والله، محاولة مراوغة. شوفوا كيف، شوفوا هذا الأرنب مسيطر. هذا لا ولا لا، كبس بيشوفنا والله، حتى خطواتهم. لا عم يستفسر، جالس يستفسر. ليش والله شوي يمسكنا الدب هذا. طبعا الحين في اول الصباح مثل ما شايفين يبينكم ان الشمس الحين جالسه تطلع، او اللي هو بالمسمى المعروف شروق الشمس، انه سانست ولا سان رايز، والله ما اعرف شيء، واحد من الاثنين، عاد اختار ولا تحتار. طبعا في دب للاسف الشديد لم اتمكن من تجميعه، ولكن ما عليه، الدب هنا في الشمال وانا بروح في الجنوب. ها تتذكر الجنوب هذا؟ بروح الجنوب انا والله. لحظة ارنوبي، كم هير بليز. زين اغراض، يعني بما ان فصل الخريف يعني مفروض يكون في اغراض يعني، لكن ما علينا. اتوقع نحن كذا حصلنا على اغراض. اللي يميز هذا المكان انه هو يعني ولا شيء، يعني اللي يميزه انه هو مش مميز يعني. انا احتاج اني مسامير يا سادة، هل في مواد بناء في هذا المكان؟ عشان اختصر وروح السوبر ماركت. اوه وات از ذس، حصلنا على الشقيرة. ستامب موس، اسمه ستامب موس، يعني هذا اتوقع هو اللي راح يدفيني، راح يدفيني في ظل فصل الشتاء. الله الله، مشروم بالزنجبيل، حصلنا على مشروم بالزنجبيلة. اوه ماي جاد، لازم اذوق. وين هذا ديسكارد، يعني طلع ما حلكل. اوه ماي جاد، وانا اللي فكره حلكل. خلينا نضرب عنب. اوه عنب زين يا سادة، لكن انترس الشنطة مالي، فالمفروض اني تو اذا حصلت مسامير وحبل وهذا. اوه شوفوا هذا المكان، خبرتكم انا ان الشمال في دب والجنوب في لوت. الله الله الله، شنو هذا، فرحتوني والله. والله على بالي اني جاي من مسافة طويلة، غادرت البلاد والله، انا سافرت، جيت عشانكم يا اولادي. شوفوا الاغراض هذا، شوفوا هذا الفقل والبصل. تفكرني ما شفتك، ها تفكرني ما شفتك. لحظة، ليش فول، وش هذا فول، what is this why. اوكي ناكل هذا، اذا كلينا هذا. لا poison، I'm poisoned. شوفوا كيف، يعني ما كل شيء ممكن نأكله. والله العظيم يا ريتني ما كليت يا سادة، صرت poisonous. يعني ناكل عنب إن شاء الله يصحصح. شفتوا كيف، هذا وش هذا، ممكن نأكله. لا جالس نتأثر. Oh my god، لا جالس نتأثر والله. وش هذا، لحظة حصلت على وردة، لازم اكل وردة. انا قاعد اموت، كثر من البصل. لا البصل ما ينفع، هذا يا جماعة انا قاعد اموت، وش اسوي يعني، وش كليت انا، كليت شي غلط، حياتي بدأت تدهور،
حياتي في تدهور والله. زين يا شباب قاعد اموت. وما العمل؟ وش كل الغلط؟ راح اموت. راح اموت قلبي. قلبي. قلبي عم يقف. خلاص انا ميت. انا ميت. انا ميت يا سادة. غلطت من هذا. لحظة لازم اروح في الماي. اشرب الماي. ولا نفعك الماي. انا موت يا شباب. او ماي جاد. او ماي جاد لا. لا. اموت. اني راح ملح. طيب يا جماعة الى هنا واوقف حلقة اليوم من لعبة امونج تريز. بصراحة ما توقعت ان اللعبة بهذا الصعوبة. مهما كانت بساطة اللعبة ولكن في بعض الامور قد تسبب الى مقتلة الوحش هذا. خلوني اشوف اذا كان بدكم اكمل في هذه اللعبة. اضغط لايك شير وسوي لي كومنت. علق لي عشان اعرف هل اكمل في هذه اللعبة ولا اجيب لكم لعبة جديدة. هذا كانت حلقة لهذا اليوم. كان معكم منذر مقلات انفينيت جيمينج. الى ان نلتقي في فيديوهات قادمة. سلام. I need a drink, but it's straight from the top. And I'm hating the slack, couple miles all around, let the hate in the cap.